هذه شنو البوت نتاع الكرون فير؟ هذه نخدموها في البروجي للتلامذه، مثلا تحط التلميذ انت واقف، اهم حاجه كي يتصور خلفيه خضراء، ويخدموها ياسر في المونتاج نتاع الافلام هذوك. علاش نخلي دونك لهنا انا باش نجي نامبورتي دي فيشي، نفس اللي شورت لكم اونس البارح بالضبط، يا نمشي امبورتي ديريكت لهنا نعمل بلوس. بلوس جي امبورتي لي. دونك انا لهنا تيليشارجيت دو فيشي، واحد فيديو عادي وجبت هبط فيديو لاريير بلون تاع اوفي. دونك لهنا انا سيليكسيونيهم الزوز ونعملهم اوفري باش نربح الوقت. تو يجيوك الزوز لهنا. سي بون. باه طويك سوفي انت تعمل بلوس وحده وحده يشد بلاصتو، شفتوه وحده يشد البلاصه نتاعو. دونك انا لهنا حطيت فيديو هذايا تشوفوه انتوما تاع فلور. فلور كيفاش تعمل الانيماسيون نتاعها. باه البيت نتاع لهنا يحب ندخل ديزانيماسيون على الفلور هذيا. كنت نتذكر قلت لكم انت انا نزيد بيست اخرى اكي سالت عليها البارح قاعده تسال كيفاش زادتها قداش من مره. سوفي تكليكي على بلوس فوق شنو تحب تزيد، تحب تزيد بيست فيديو والا تحب تزيد اوديو. انا هنا باش نهبط فيلم، بدا باش نهبط فيلم يعني نحكي على بيست فيديو. سوفي نكليكي على بيست فيديو تزيدني اون اوتر بيست، وقتها نجي انا البيست هذيا ونعمل البلوس للباقي لهنا. اذا كان كبارت انتم صغروا هكا، اذا كان جاوكم بجنب بعض ها ما يقلق راهو هز هكا قريش تهرفو وذي هكا واخر هالتين عاد. جس فهم شو معناتها سكرين فير، مش معناتها فيديو بسكرين فير، فهم هام هذه سكرين يعني خلفية. معناتها الخلفية الخضراء ايش تعمل؟ هي اللي تخليك تركب حاجتين على بعضها. مثلا انا نحب نحط التلميذ نتاعي يحكي، مثلا باش يعلم البحار يبدا يحكي لك على الحوت شنو لونه كيفاش يعوم اكسيتيرا، ومن بعديك كما انه ما ينجمش يهبط اعماق البحار باش ياكل الحوت نصوره هو يتكلم على الحوت ونهبط سيكونس تحكي على الحوتات. المهم يكون خلفيته خضراء وراه. علاش خلفيته الخلفيه صخر؟ الحاجه الوحيده النجم نسكريمي الاريير بلون تاعها يبدا الكولور في اي كولور اخر تاع خلفيه ما يتنحاش، كان انه اخضر اقها. على ذاك في الفيديو في الخارج يخدموا برشا على الخلفيه الخضراء. جربناها مع تلاندا كي تحط اي لون اخر، تحط ملحفه بيضاء ملحفه فدوى باش نفهموهم اكثر. معناتها التلميذ يصور روحه وراه اغيق لون اخضر كيكا هكاك هكا بالضبط. اللون الاخضر منين يجيبو؟ منين يجيبو؟ كيفاش يعملوا؟ احنا نشريو ملحفه خضراء نهبط للسوق نقصوا لهم قماش اخضر والا نخدموا بالاخضر حتى تدخلوا الفيديو في الفرق اي نيونس خضراء اي نيونس خضراء اي نيونس خضراء اي حاجه خضراء المهم لونه اخضر اكها متفاهمه باش يركب على ستو. باه شوفوا انتم لهنا عندي باش نعمل انا كيما هي قالت لكم انس لازم انا نسكر ماسكي باش ما تراش الفيديو الاولاني شو مره ثاني برك لهنا نعمل هكا تتراو الفيديو هذا كيفاش يخدم. شوف الفيديو هذا كي يخدم الانيماسيون يعني نتاعو نزيد نقرب لكم اكثر حطو جنب بعضهم باش يظهروا. شفت كيفاش يعطي دي بول هكا بلون هكا يشعلوا يطفي وبرا وي سافا الفيديو هذا جي نحل الفيديو هذا تفرجوا فيه هذاك بلاش في الانترنت يا فدوى اعمل حسابك الانترنت راهي تمشي وتقص هكا ثواني دونك ما تزربش بشويه بشويه. هذا جوست يوريك انيماسيون تاع فلو. انا البيت نتاعي لهنا شنو نحب نعمل؟ نحب الرد للفيديو هذو مزوز الانيماسيون هذه تظهر على الورده. نحب نحي الخلفيه الخضراء هذه باش تظهر الانيماسيون تاع الورده. هذه هي البيت نتاعي ما فيها حتى شيء. تجيكي بالبوتون دغوا دو
وتقول له لهنا هايك تلقاها إكران ذا استناني خل هايك شفتوها إكران سي بون شفناها كلمة إكران ذا ولا لا فين تكليك يا فادوة عملت سيليكسيون على البيس الأولى ولا الثانية قلنا الأولانية الأولانية في فم الأخضر هذا في فم الأخضر شفتوها اي هذيك نعمل لها سيليكسيون بعد فم الأخضر اي كليك بوتون دو فوا دو لا سوري فوق منها بالبوتون اليسار نتاع السوري بوتون دو فوا اليمين نتاع السوري بعد نزل على كلمة إكرون في هكا هاو يقول هاو شفت من الأخضر هذايا سوفي تقول له أوكي ينحي لي الخلفية الخضراء تظهر أنيماسيون من غير خلفية شو لهنا كي باش يتفرج فيها ثلاثة أنيماسيون مع شمط الأخضر بتاعها من تاني أيوا ثبت فيها لهنا شفته مع شمط الخلفية الخضراء من تاني شو نحل الفيديو الثاني تقول لي الأنيماسيون تظهر الورد فهمتوها وإلا لا هذي كرتو شوفوا عليها يصوروا رواحهم يصوروا رواحهم ويجيوا بعديك يحطوا الفيديو نتاع رواحهم هما كيفاش واقفين ويحكي ويتكلم على حاجه الروبورتاج يجيبوا يهبطوا الروبورتاج من الانترنت يصوروا تصور تاع عالم البحار ويحكي على الاسماك يقول هو وجهه محطوط لهنا والخلفيه وراه يشيخ عليها طياره مزيان على حلوة على الله فهمتوها ولا ما قطيتوهاش بالقدا وكل هذا راه كيما ورتنا أنثى اللولاني هذا تنحيلو الصوت نتاعو باش ما يبداش خاطر تسمع الناس الأصوات نجم يجي الفيديو اللولاني نحيلو الصوت نتاعو الفيديو الثاني تخلي الصوت يمشي باش الأنيماسيون تطلع وكل وين أنا عملت فيديو الأنيماسيون باش تخدم عليه يا فادوة بربي الصوت كيف تنحيه بشوية لزيتار حاولت البارح وراتنا قمت كده مش نعرف نشوفوهم واحنا لما حالة ما يوريهم تاو ميسيلش شنية هي تحب نعم ايش نحكي دوب الكليك شوفها شوفش عملت عملت دوب الكليك دوب الكليك باش ندخل لها الزونة هذيك باش انا نتحكم فيها تقع كلمة اوديو اوديو عند على وبعديك تهبط لهنا هكا وتهبط لهذا هذا اللي يتحكم في الصوت نقص نقص فيه على الاخر هكا هو صافا شفت تقول ايه حبيت اللي صوت بركه يخبر شفتوا صوت بركه واضح واضح يعطيكم الصحة يعطيك الصحة يا فدوى كملت كملنا تري سامبل اما في انيماسيون يا الله طيب فرتيه فما باش على ليكران فير هذوما موجودين معناها تلقاوهم انيماسيون تنجم تستعملهم في هذاك تنجم تستعملوا مزيان على الاخر على اي فيديو ميرسي فادو يعطيك الصحه يخدموا بهم عايش المطاف فيديو فجي خدم على الاخر ماشي في يخدموا به سيرتو اكل افلام كتشوفوا فيهم تاع الديناصورات والكل يخدموا بهم راهم بالمونتاج هذا بالكلارير في مونتاج واضح اوكي ميرسي واضح ميرسي ادواء يعطيك الصحه كان عندكم دي كيسيون من بعد نجم نرجعوا مع فدوى ميساج اليوم باش نشوفوا ستيل اخر نتاع انيماسيون كومبليمونتير هو لما حال البارح حكينا على فيديو كيفاش نقصوها وكيفاش نتريتيو لو ديبي و لا فان وكيفاش نعملو ديكومبوزيسيون دي بارتي اي تو اليوم باش نعملو كيف الكومبينيزون ما بين ايماج ما بين فيديو افيك دي ترانزيسيون اي دي زيفي دونك باش نعمل امبورطاسيون تاع البيبليوتيك نتاعي حضرت ان بيتي دوسي سميتها بيل تونيزي بويسك عندنا هند ديما تحكي لي على تونس الجميله تونس الجميله المحور حفظته مع تلمو ديما هند تحكي لي على تونس محور تونس الجميله دونك عملت بيبليوتيك صغيره فيها كل ما يهم تونس الجميله هاكو جبتهم الكل ما فما واحد نزلت كيف تيلي شارجيته
ديزيماج هذوما فيهم ايماج وفيهم فيديو، فيهم دو فيديو. باش نبدا بالفيديو هي الاولى، لحظه برك حتى نفرزهم خاطر دخلوا في بعضهم. فوالا هذه هي فيديو، نزيدوا بيست اخرى، هذه فيديو اخرى. علاش بالضروره نزيدوا بيست مدام انس؟ كيفاش يلزم نزيدوا بيست كي نحطوا الفيديو اللوت نهبطوها؟ عبارة على سيبور باش تحط فيه الفيديو، الفيديو لازم تتحط في بلاصه باش نجم انت تتصرف فيها، دونك تحللها بلاصه فين تتحط. بلا يعني مش موجوده تيتر انديكاتيف لازم انت تحلها تحط معناها البيست. لا اذا كان عندي فيديو وحده هو يطلع لك بيست تعطي فيه الاولى يطلعها لك وحده، اما اذا كان انت عندك اكثر زيت، عندك ثلاثه زيت، عندك اربعه زيت، دونك اوتون كو فولي. فهمت شنو؟ واضح. عندنا الفيديو الثاني علاش نزيدوا البيست؟ البيست تحب تحط حاجتين فوق بعض، اذا كان انت تحب حاجه توفى بجنبها حاجه بجنبها حاجة تخدم على البيست، هي البيت نتاعها مش حاجه طويله شفت بعضها انها تركب حاجات فوق بعضها، على ذاك نزيدوا البيست كيما القلص ايطاجير لهذا ايطاجير لهذا ايطاجير هذاك، علاش نزيد في البيست؟ بون هذه فيديو تحت على جوزي فيليسيتي. انا نحب الفيديو هذية، ما نحبش نحب التصويره، ما نحبش الصوت هذا، نحب اغنيه تونسيه. دونك مشيت تعمل تيليشارجمون تاع فيديو فيها اغنيه تونسيه. بالطبيعه على هنا نسمع فيهم الزوز، دونك ما نحبش نسمعهم الزوز، مي نسمع فيهم الزوز، مي اسكو نشوفهم الزوز؟ لا لا. علاش؟ ما عرفتش الصورة تنحط بقى الصون بركة. لا ما تنحطش، لا ما تنحطش، مش نعاود العملية، مي اوتخومون مش نحط هذه فوق، نحط هذه الثانية. ولا الاولانيه لازم تظهر الصوره نتاعها والثانيه فوالا دونك البيست فوالا البيست الفوقانيه اللي في التنظيم يعني في الترتيب محطوطه من الفوق هي الايماج نتاعها اللي تظهر، مي الصوت اذا كان انت ما قصيتوش يقعد موجود. واضحه الفكره هذه؟ دونك انا حاشي بالتصويره هذه بيتو وحاشي باللحن هذا، دونك مش نعمل؟ الفيديو هاو رجعت الترتيب نتاعي حبه ذي، ما نحب الصوت هذا نحيه، دونك باش نمشي نعمل دوبل كليك كيما وراتنا فدوى بكري، نعمل ريدكسيون تاع الفوليوم للاخر، اوكي، وهكاكا تقعد لي كان الغنايه نتاعي. دوبل كليك على الصوت. سامحني مدام لي، يعني مش لازم الغنايه نبدلوها ام بي 3 دون لو كاو او ما عندكش ام بي 3 ولا ما اني الغنية هذه عجبتني وحبيت نعمل لها تيليشارجمون ام بي 3 ما لقيتش، يعني ما ساعات من الفيديو تنجم تطلع ام بي 3 هاو سيكيوريزي ما تعدتليش باش مش نقعد نزيد نلوج على ليان اخر ما لقيتش وقت، دونك سي تي سوليسيون ميساج فقط فيديو يا بدما تولي ما عادش نخدموا ام بي 3 تولي ايتاب نجمو نستغنوا عليها. فوالا واذا كان انت تحب تفهم العمليه اكثر شويه الفيديو موجودة راهي، مي موجودة وراها شفتها؟ اي فهمتك. هي غيالمون موجودة اما موجودة وراها، دونك السوبربوزيسيون نتصرف فيها، دونك السوبربوزيسيون تنجم تكون بالطريقة هذه، تنجم تكون بالطريقة ليكخون بارتاجي. شوفوا واش معناتها ايكخون بارتاجي، نجم ليكخون بارتاجي ناخذ الموديل هذا مثلا. شفتوا ليكخون بارتاجي هذا؟ هكا سيستيماتيكمون حل لي بيست جديده وحده وحده، انا المديت كون بارطاجي هو حل لي بيست 3، دونك باش نعمل انا هذوما مش نحيهم مش نخبيهم البيست 1 و 2 اللي عملتهم بكري، وكيفاش باش نتصرف في هذه؟ توا نعمل دوبل كليك
يعطيني افونسي فوالا ويعطيني لي فيديو اللي اني امبورتيتهم خاطر هو لهنا لي بيست نورمالمون يحط فيهم دي فيديو دونك شو نقولوا لنا شو نقولوا راني حاجتي الفيديو هذه نحطها في البيست هيد والفيديو هذه نحطها في البيست هيد هكا كان الريزلتات باش يكون ايش نصب لك تناول ميكرو سيمبلي اللي عندها تناول تسكر الميكرو اللي عندها تناول تسكر الميكرو نعملو اوكي بالطبيعة لهنا مظهر مدام توا سبع ما كومش تشوفوها اي سبع توا ظهر كونيكسيون بر كونيكسيون بر نعاود شفتوا على الفكره كيفاش دونك ينجم يكون فوالا ينجم يكون ليكرون بارتاجي ا 2 ا 3 ا 4 ينجم يكون عندي 4 فيديو يمشيو مع بعضهم كل ساعات تشوفوهم في التلفزه يبداو اربعه يشاتيو مع بعضهم ولا يغنيو مع بعضهم فرد وقت تراهم الاربعه مع بعضهم دونك هما فيديو يقسموا البارتاج ليكرون وكل فيديو يحطوها في زون وهكذا يوليو ينجم يشوفوهم الكل في الوقت واضحه الفكره واضحه يعطيك الصحه واضحه هذه دونك هذه بون سي اون اوبسيون اللي نجمو نستعملوها تنجم تكون في بارتي من الفيديو هكا لو نجم هذه نحيها نعاود نافونسيها لهنا سوليزون اللي هي حاجه اخرى بون سوبوزون اللي هي حاجه اخرى دونك بعد ما يصير البارتاج لهنا بالصون كيفاش تنحي أنس؟ شكون شنو قلت لي؟ الصون، الصون كيفاش تنحي تا؟ الصون تاع شنو؟ تا قلت إني حاجتي بالصون معناتها ولا الصورة ما عادش قلت لهم حاجة باش تنحيها باش يقعدوا سوبربوزي. هما سوبربوزي اما كيفاش تشوفهم الوغ اذا كان انت لهنا هذيا في ليكرون بارتاجي اذا كان حاجتك هذيا ميات كي العاده راه هذيا تنجم تدخل لي زوبسيون نتاعها عندك اوديو لهنا وتنقص الفوليوم على الاخر كيما في لي زوبسيون هو علاش قلت لكم راهو جربوا وما تخافش انك تجرب الاوبسيون وتدخل لها وتستاها وتنيولي وفهمت خاطر لو تيست هو اللي باش يخليك ديكوفري وتتعلم فهمت دونك لهنا مش تلقاها مش نسكر من جديد مش يعطيني الفوليوم قوي برشا كان الغنية اقا غنية واحدة هذه لا نوسيون دو ديكران بارتاجي ما مش نحيها خاطر مش نعمل برانسيب اخر توا دونك جو في سوبريمي لا بيست اللي هي اني با فيت لا بيست سيليكسيوني وي اي باش نخلي لي بيست نتاعي الاولى هذوما ديجا نورمالمون الصوت مريقل عرفش قصيت سي بون مريقل هنا دونك توا باش نعمل توا عندي لي نرجع للميديا نتاعي عندي لي زيماج الاخرين اوكي الفيديو هذيا حلوه هي ونجم نخليها ونجم نستغنى عليها نجم في عوض ما نخلي الفيديو هذيا تمشي هكا نجم نولي نعملها كومبوزيسيون زيماج على كيف يعني نجم نستغنى على البيست هذه جمله واحده ونجيب لي زيماج هذوما ونتصرف فيهم اني كيف ما نحب دونك هنا هذه فيديو باغ اكزومبل دونك باش يطلع لي لنا
نقص الفوليوم عندي بالقدايه خاطر ليس قوية. مش تمش نقص الفوليوم تاع الغنيه خاطر شكفان فقد نقص الفوليوم تاع الغنيه وبعد بعد نزيدو نحب. دونك هنا اش ولات لي؟ ولات لي عندي ايماج فوق فوق الفيديو، نجم ليماج هذه كنصغر فيها، نجم نختار لها ان كوان يناسبني حسب الديكور نتاع الفيديو نتاعي. دونك هذه هي البوزيشن تاع ليماج، هذه هي ليماج اللي من بعد حتى نوصلها للحاله. دونك نقدموا شويه، هذه ليماج اللي من بعد فوالا نفس العمليه. نجم هذيك تحط الغادي، هذيك تحط الزين. كيفاش كورسور مانيش راهو فيه كورسور ماهوش باش واضح باش نشوفوا بالضبط كيفاش صارت العمليه. توا ريتوهم لي زيماج حطيتهم في البيست 2 نشوفوا لاكسيون البيست 2 تشوفوا فيها لوطا هذيك مشكلة انترنت راهو ما عنديش حتى حل فيها خاطر الفيتاس نتاع الترانسفير دانفورماسيون ساعات تبدا رزينة شوية. دونك انا قاعدة نهز هي توا ليماج لنا هكا ولا كيف نوصل انا لهنا نوصل لهنا بالبيست توا قاعد يقرا هو بطبيعة التصوير هذه مش تظهر هكا ولا ما عملت شيء انا راهو جوست ليماج هي باش نبدلها التاي نتاعها باش ما تغطيليش على الفيديو 100% حتى تظهر بارتي من الفيديو. معناها كي تكليكي عليها هي تزيد في السكرين هذيك وانت تصغر فيها. اي اما لازمني التيت دو ليكتور هذه الحمراء لازمها توصل لها باش تطلع. فهمتك اي وي هي تجي في سيكونس معينه، هي تجي في انستون معين. وي بالطبع فهمت. نختاروا اني راهو ريت لي سكوند اللي مكتوبين لهنا مش ان نحط باغازا ولا كيما تجيني تجيني لا لا لا، كان نحب نحطها تقعد لي 10 سكوند حطها 10 سكوند، كان نحبها تطلع لي في 30 في سكوند نيميرو 33 هذه دو بوان 10 نحطها في المومون هذيك قد قد انا نتصرف في التايمينغ كيما نحب. جوست ان انا لومبلاسمون نتاع ليماج نتصرف فيه كيف ما قاعده تشوفي تشوفوا لهنا نوصل تي دو ليكتور بعد نشوفوا الريزلتا. Donc c'est un exemple, voilà. Je fais lecture mais l'autre. Je fais ah parce que ça carte saute à l'autre. Voilà la médium. Je fais toi le بالطبيعة توا لاباريسيون تاع لي زيماج هكا سي ترو معناتها سامبل و سي با ترو بو افوا. دونك كيما في الباوربوينت نستحق لي ترانزيسيون، دونك لو باساج دون ايماج ا اون اوتر دون بارتي ا اون اوتر عندي دي ترانزيسيون نجم نستعملهم يجيو ما بين ليماج و ليماج. دونك نختار المومون تاع ترانزيسيون باش نحط او بيف ترانزيسيون جوست باش نتسيوهم باش نشوفوهم سا دون كوا ما بين ليزيماج الكل هذه مثلا قاعده نحط في نابورت كوا. بون هنا عندي في لي ترانزيسيون فما برشا حاجات راهو دي ستيل ديابوراما دي فورماسيون اوندولي هنا زاد سي ا ديكوفرير جربوه. هذه لا ترانزيسيون voilà ça c'est un exemple. هذايا بالنسبة لي ترانزيسيون à découvrir كيما قلت لكم فما ديفورماسيون فما ستيل دو في لهنا 3D en 3 dimensions كيفاش تردها en 3 dimensions حسب لي بيزوان اللي عندك حسب الموديل حسب الفكرة
مش بالضروره تكون فيها برشا ديزيفي على فكره، راهي الفيديو كي تكثر لها ديزيفي برشا برشا راهي مش بالضروره تطلع حلوه، دونك ماذا بينا يكونوا معناتها مختارين انتيليجامون. هنا عندي ديزيفي كو جو بوغي ابليكي اليماج الم مثلا لهنا، باش نجي على التصويره هذه باش نعمل ايفي اركونسيال. هذه زعما كيف هكا نوستالجيك ولا حاجه كيف هكا. جربوا شوفوا هذه مثلا هنا نختاروا حسب الخلفيه. حسب الخلفيه اي حسب ها قلت لك هنا افضل اللي يظهر لهناك اللي يبداو دو بوان. هذه الحكايه هذه محلاها مثلا نحطوا لهنا في الفيديو نحطوا لي فيتره معناتها لي في لي زيفي لي ترانزيسيون راهو ابليكابل حتى بور لي فيديو. انا تو عملت لكم اتيتر ديكزامبل عملت لكم على الايماج، اما هي سافا دو سوال هذه والى هذه ما قلقش معناتها الفيديو مستعمله ولا في كادر اتحد. لو مسترجع عادي تنجم تمشي ابعد من هكا شانجمون قد تقدم نتاع ليماج ولا نتاع الترانزيسيون ولا ليليمون اللي باش يظهر تعملو قد تقدم على اللحن اللي عندك اللي تبدل اللحن تصير الانيماسيون باش تبدا حاجه حلوه. انا قاصد الريزيفي اللي عندنا في المرا فاريتي كبيره برشا اكسبلوتي جربوهم. هنا عندي حاجه اخرى عندي دي زيليمون كو جو بوغي اجوتي ا مون تيم حسب التيم. مثلا لهنا كي نحب باش نزيد تيتر لهنا تيتر دوفرتور لو نحط مثلا هادي كم زيانة هي هادي مثلا نحط كوا نختار حاجة البارتي هذه هي. عملت فيديو فناشي البارح انت الكل جربتهم الكل استعملتهم مثلا وهنا البوليس كبير برشا على الكادر نجم نقص فيه شويه الكادر بيدو اللي فيه هو كله نمشي الافونسي باش نعمل ريغلاج لي زيليمون تاع الفيديو كل وهذه هذا يمشي مع بعضه دونك جي با لو شوا. هذه نجم نحيها وهذه نصغر فيها شويه باش تي قد اجوستي للكادر اللي هو هذاك الكادر ما يتغيرش. كون شي كنحب نجيب نعمل كادر من عندي نجيب ايماج ونحطها فوالا هذه مش تبدا من الاول. نجي لهنا شنو علاش عملت هذيا باش نوريكم حكايه الاليمون. نجي لهذيا ونحط لها فوقها ان اليمون من الاول باش يبدا بيه دونك الاليمون هذايا نجم نعمل سوبربوزي لهنا باش يطلع لي حلو. منين جبتو بدا اونس ليليمون؟ هي اليمون هي كل حاجه مسميه باسمها إليمون اسمه إليمون. تاش فوق. إيه هي إليمون. بجنب إفي فما إليمون.
ما قاعده نمشي باللي فيه باللي فيه. البارح ديت لكم بميديا اوديو تيتر، اليوم تعديت ترانزيسيون افي اليمون اكران بارتاجي هذيك سبقت لكم خاطر فيها فاز حلو. دونك ها فوالا، دونك هنا اش باش يصير كالعاده تايمينغ نحكم فيه. ها دونك سوبرپوزيسيون دي زيفي يعطي حكايه، يعطي فازه هكا، نجم تكون اقل شويه وقت حسب انت اش حاجتك. اذا كان التام مثلا معش انيماسيون بور لي زونفون ولا حكايه كيما هكا، شوف شنو لي موديل اللي يعطيهم لك، يعطيك لا بوسيبيليتي انك تحط انشاء مثلا. باش تبعد شوية على الأسبي فورمال يعني جدي والواحد هكا شوية. التايمينغ أونس نحكمو فيه بك السهم هذاك اللي فيه قطعة مقطوع أون غوج. كيفاش؟ هذايا الهدايا هذايا لنا هذي. أي أي فوالا نحكمو فيه بهذاك. هذي تتسمى تيت دو ليكتور، شوف 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 هذي تتسمى تيت دو ليكتور. إش معناتها تيت دو ليكتور؟ كيما الكورسور في الوورد. كورسور في الوورد يوريك منين تبدا انت، وين وين وشنو وفين باش تكتب بالضبط البلاصه لا بوزيسيون. التي دو ليكتور هو يوريك انت منين قاعده تقرا في الفيديو، فين نيفو في الفيديو. التي دو ليكتور هذيك دونك وين تحب تبدا تقرا ولا تحب تنساري، تهز التيت نتاعك هذيك تحطها في بلاصتها باهي دي، تهزها باش تبدا تقرا من هنا تحطها لهنا، باش تبدا تقرا من هنا من الاخر تحطها لهنا، تحب هنا كهو. دونك والا باش تستعملها باش تقص الفيديو والا حتى البارتين منها. غاسكو اذا كان اللي فيه هذا تحبوا يقعد لك اطول مده، جي لنا تشوفوا فيها، شوفوا فيه كورسور هاي الفلاش، نجي للحد نتاع التصويره ولا نتاع الفيديو ولا نتاع اللي فيه، نكليكي ونجبد لهنا هذاك التايمينغ طبعا اي باش يتغير الوقت. اي وي سافا تيك صح فهمتها ولا دونك باش نزيد باش نزيد ولا نقص في الواحد، دونك نكليكي ونجبد. واش بي ما حبش يتبعني هدايا، غنشوفو الساعة القطوس اش يعمل الانيماسيون نتاعو. نجم فو بريفوي معناتها حاجة مثلا باش تعمل انتخدكسيون تاع درس ولا حاجة، تكون العنوان تاع الدرس يقولو القطوس هذاك، يبدا صوتك مسجل ولا صوت حد بنية بنية وحدة بتلاندا ولا كذا. هما لي زيفي انيمال. فما دوطخ افي دونك اونسو قداش عندك لهنا، عندك افي امور بيريبل باك فورم دانيمال، وعندك قداش من افي ديسان مانيوال، هذوما زعما حاجة فيها غيفري ولا هكا ايماجيناسيون ولا هكا انساين، هذوما حاجة فما تكتبها بالقلم مدام اونس. اي هذه ديسا مانيوال هاي هذي ولا هذيك موجودة هنا وموجودة حتى في الباوربوينت ولا باوربوينت. اه لكن يبدا قلم يمشي وانت تكتب كتيبة هو يكتبها لك في باوربوينت. فما قلم يكتب لك؟ والله ما نعرفش في باوتون. فما القلم يكتب لك نشوف اودو. اه باوتون باوتون مش في باوربوينت. باوربوينت لا ديكتيسيان كيف كيف قلت لكم دونك اكسبلوتي ديكوفرير جرب حتى ما تكون عندها سانس الحكايه، حتى باش تشوف سادون كوا سادون كيفني هي شنو هي شنو اللي في اللي تعطيك بوغ ديكوفرير لي شوز. ومن بعد كي يولي عندك اون ايدي ستركتوري على الاقل ديجا تعرف وين تلقى الحاجه هيك وين تلقى الحاجه الاخرى. ديما نفس القاسي. دونك شنو عملنا؟ احنا عملنا اون بوتيت انتروكسيون نتاع تيتر اون سيلونس عملناها. نجمو هذيا نجمو هذيا في عوض ما تكون سيلونسيوز باش نربحو لسباس دو طون اللي عندي. دونك نجي لهنا باش نزيد بيست اخرى. فوالا وهذيا في الوقت اللي هو جوست الغناية تمشي اكا هوا ما فماش صوت وهو يغني بس الموسيقى كهربا. نحب يقعد لي الانيماسيون نتاع التيتر وكل الحكايه هذيك نتاع الوحده تبداها من دول.
اونس كل ما نزيدتي نكليكي ما تقبل الصوره اللي حاجتي بها ولا نعمل اون نوفيل بيست معناها. التيتر بصفه عامه تيتر، فما تيتر احنا شفناها تيتر البارح، فما تيتر اللي هو يطلع وحده يعني عباره صوره مكتوب عليها عنوان، وفما لي تيتر لي تيغ انفيريور ولي سو تيتر هذوما شفت هذه اوفرتور هذا اكران بلان يعبي لك الاكران، هذا تيتر يطلع لك في وسط ليماج اللي عندك ولا في وسط السيكونس اللي عندك. يعني كنحب نعملها من الاول معناها هذوما موجودين كنحب نحطو في البداية. اون سامح لي كيفاش نحطو التيتر هذيك في البداية وين ننزل بالضبط؟ التيتر تمشي التيتر تختار التيتر اللي حاجتك بيه الموديل هاو لهنا جوست تختار ها مش ناخذ تيتر اخر وتحطو في البيست فين تحبوا تحبوا مع التصاور تنجم انت مثلا هاي ها مش عطيك فكره تو هذه مثلا دقه هكا ولا هذه دقه نجي لهنا في التيتر نتاعي تاع دقه ونجي نقول له يا هذه ماتا شنو دقه صلحوني عاد كي نغلط خلوه ماتا هذه ماشي دقه ماتا فوالا دونك لازم نعمل افونسي باش سوبريمي ما يتعداليش سوبريسيون بلاش هذو ما حسش بيهم العنوان نتاعي ما يتطلبش معناها اكثر من هكا شنو حاجه هذه نكون كي يجيبش يقرا لي تطلع لي التصويره هذيك يطلع مع التيتر باش تبدا دونك زعما في الديسكريبسيون على فكره اني يعني توا كيف نمشي للافونسي ريت لي فيب كله هنا مش لازم عليه يكون كبير نجم اني باش ما تدخلش الدنيا بعضها هيا يعني مش نعرف المطمات مش لازم عليه التصويره تغطي لي على بقيه الفيديو نتاعي دونك كل تصويره يطلع عليها الديسكريبسيون نتاعها ابا وحدها اوكي كيف نقراها كيف لا نوتاسيون يعني فيزيت 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 بور لا تونيزي نحط لها نوع اخر نتاع تيتر دونك عندي يا اما التيتر هذايا تاع اوفرتور عباره باش تعمل جينيريك والا عباره مش هكا فيه الانيماسيون وفيه التكست ما يظهر مع حد شيء هذا هذا كيما عملناها البارح هذه الجاك ماري اللي جربناها والا هذه يور هيد لاين نجم انت مثل تونيزي تخدمها تخدمها تحطها هنا مساعتين تو مساعتين هندا سكر الميكرو يا هندا شفتوا حتى الامبورتاسيون نتاعها تاخذ اكثر وقت علاش على خاطرها كومبيني اونتر اريير بلان تيتر و انيماسيون و بارفوا زاد نجم تلقى فيها الصون هذا هي لوفرتور دونك نشوف انا لوفرتور جيت كي دزت الدنيا كل ما تجيش معاها تجي كانو حدا معناها شفتوا الاكران كيفاش بعد هذه طولتها برشا مش لازم عليها راهي فقط في الدرجه هذيك تنجم تفتحها جوست يعمل لي انتروداكسيون نتاع ما بين تونيزي باش مابقاش خايبه ويقعد هو يغني على روحه مساج بكي بدلت شويه البوزيسيون تاع لي زيماج شفت البوزيسيون تاعها دونك هنا نحاول نفتح
الحاجه تاعي عملت حاجه. نورمالمون بلوز او موان هذوما هما الحاجات. اهم بارتي في الحكايه الكل هي في الاخر الاكسبورتاسيون. دونك عندي دو بوسيبيليتي، هو راه نجم انا نعمل اكسبورتاسيون وما نسجلش البروجي. يعني انا هذا مثلا البروجي اللي خدمناه امس ما سجلتوش عندي، يعني ما عنديش في 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 المارا اللي خدمناه امس ومش نعاود نحله لكم ولا باش نشوفوه. ديريكتومون عملت اكسبورتي وطلعت الفيديو، الفيديو موجوده، واضح. هذه هي لا بروميير بوسيبيليتي. لا دوزيام بوسيبيليتي اني نمشي نعمل فيشي انريجستري لو بروجي ولا سو اذا كان حق نسجلو عندي باش نجم تعمل عندي يعني. باش يولي تعمل ناتيف، معناها باش تولي تنجم تعمل موديفيكاسيون سي سا اونس اكزاكتومون. فيديو تيست باش نسميه اي. دونك نحب انا تو عملت بارتي منها المونتاج و سي بون، نحب نقص والا فما حاجه نحب نمشي نلوج عليها والا مش نتيليشارجيها وقت اخر ولا 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 باش نصورها في الغيال في الدنيا يعني. نجم هذايا البروجي تو نسكر ونعاود من بعد نرجع نحل البروجي نتاعي. دونك انا مش نعمل نوفو بروجي تو. نوفو بروجي دونك نمشي نعمل لامبورتاسيون نتاعي. دونك هنا باش نعمل لامبورتاسيون دي ميديا من جديد اي تو اي تو، ونعمل بروغرام اخر. انا توا لا باش نعمل اوفغيغ ان بروجي اكزيستون والا بروجي ريسون. معناها اخر حاجه تخدمت، اخر حاجه تخدمت طلعها لك في ديستا لهنا ديريكتومون. جو في مو غوتروفي نلقى روحي اللي خدمته هذاك موجود مسجل مريقل. توا نجم نواصل كيف نحب. شفتم لي زيماج كيفاش طاروا طاروا لي لهنا نرجعهم. اي بيان سور كل شيء يخدم عادي. بون بالنسبه للبيبليوتيك، شفتوها البيبليوتيك هذيا تقعد هي راهي في البروجي طون كو البروجي مسجلته انت يقعد لك. انا ريت البارح كيف ما سجلتش ما يقعد لي شيء، كي عملت اكسبورتاسيون ديريكت ما يقعد لي حتى شيء. دونك انت باش ما تترزنش على روحك، حتى البروغرام راهو ياخذ برشا من الريسورس نتاع الاورديناتور والغرافيك والرام والكل، باش ما تكثرش على روحك. اذا كان سي عملت الاكسبورتاسيون وسي بون ما عادش مش ترجع تعمل تمنتها من جديد الفيديو، تنجم تستغنى عليهم تصور هذوما الكل وتنحيها الفيديو في المورا، يعني الفيشي في المورا تنحيه وتخلي كان الفيديو فينال وكاها، باش ما تكثرش على البيسي نتاعك الشارج نتاع الشارجمون نتاع لي زيماج ونتاع لي دوني اللي فيه. فهمت اوتر شوز حد لهنا اسكو ليا دي كيستيون؟ صافا يعطيك الصحة عايشك هنا. انا نفكر مره قريت الكلام ده كيف استقناهم البيبليوتيك الفيديو ما عادش يخدم. بيان سور غي علاش قلت لك اني متفسخ الا ما تعمل اكسبورتاسيون ترد الفيديو فيه ما عادش نقص تصوير. يعني مثلا هذه هذه باش نقصها تاع بنزرت هذه اي فسخ وي سي السورس السورس دانفورماسيون هو منين واخذها؟ هو واخذها من البيبليوتيك من البيبليوتيك اللي عمل اعطيتها له. السورس دانفورماسيون اللي يمشي بها ما عادش باش تمشي له، ما عادش باش يحفظها. تفهم فيا ولا؟ وي على ذاك يزرق عمرك تفسخ البيبليوتيك اي تصوير تفسخها منا المونتاج نتاعك راهو يسكت اذا انت ما عادش اكسبورتي. إذا حالة برك إذا كان عملت إكسبورت فيديو فوالا إذا كان البرودوي فينال نتاعك كمل أكا سينو البيبليوتيك تخليها تستحفظ به. ثم كيف نزلت على أميلي معناتها ما عادش تعمل تصوير وما عادش نوصل فيديو. إي ما عادش تمشي لك الفيديو
اللي عملته مونتاج هذاك ما يضيع لك فهمت، الا ما تعمل اكسبورتي اكسبورتي ساي ما عادش عندك علاقه في المورا وما عادش عندها تاثير عليك في المورا سي بون. مي طونك ما عملتش اكسبورتاسيون اذا كان مش ناقص اي اليمون بالبيبليوتيك مش في بالك انت باش ناقص على روحك ولا حاجه راهو تهلك لك الفيديو اللي انت بدك تخدم فيها. انا عملته اكسبورتي كاو ما سي بون نجم تفسخهم كيف خاطر هو يمكن يقول لك بالكش تسحقهم في فيديو اخرى هو ما فسخهمش هي بيبليوتيك هي بيبليوتيك اش معناتها بيبليوتيك يعني مش تخمل فيها معاون خدمه كما يقول واحد فهمت نجم تصلح لك في بروجي اخر اذا كان تعرف روحك ما عادش تصلح لك تفسخها وكا شفت هنا مثلا وي هند طب اصلك شوفوا لاحظوا حاجه زيد فسخ بيبليوتيك علاش تنجم انت باغ اكزومبل فيديو هذا تنجم الفيديو هذا خدمته وحتى كي عملت ليكسبورتي ما فسختش في البيبليوتيك تعرفش علاش تنجم انت ما نعرفش انا عملت الكورتاسيون نتاع الفيديو تاع التبرير التلامذة مثلا ما عجبتكش فازا وتحب تزيد حاجات اذا كنت فسخ في البيبليوتيك نتاعك حتى كي تحب تعمل موديفيكاسيون في الخدمه ما تلقاهاش هذاك ديما خليه معاه في البيبليوتيك باش تنجم تزيد وتنقص في الموقع. شوفوا انتم مثلا توا يعطيك الصحه يا فدوى ليزيماج اللي استعملتهم ولي فيشي لي ميديا اللي استعملتهم اي سون كوشي هاكم اون فير هذه ما استعملتهاش اني با سيليكسيوني اني با كوشي ما في با بارتي دو ما دو ما فيديو ريتهم نحيت هذيك الفيديو الاولانيه نحيتها اني استغنيت عليها دونك قعدوا لي كان ليزيماج لي بارتي اللي موجودين في الفيديو نتاعي هذه نحب نفسخها يا بادما نفسخها خاطرها اصلا ماشي اليمون ماهيش اليمون دو ما فيديو فهمتني ولا واضحه الفكره باهي تو هنا في اكسبورتي في اكسبورتي عندي اكسبورتي اون فيديو كيما كنا ورينا امس اكسبورتي فيغ ان بيريفيريك يعني مش تتخرج مش في الاورديناتور تخرج في بيريفيريك ديسك دور اكسترن ولا حاجه عندك ابلودي سور يوتيوب ابلودي سور فيميو يعني لهنا الفيديو مش تهزها طول باردون تصبها في شين يوتيوب نتاعك ابلودي هنا بون هنا ما ننصحكمش ياسر على خاطرها تتطلب برشا بيسونس من الواحد معناها ريسورس برشا من الاورديناتور يعني احنا بصفه عامه لي اورديناتور اللي نستعملوهم احنا لي زونسيون يبداو كاباسيتي موين دونك كل ما هو جرافيك ما تلقاش قوي ياسر وهذا يتطلب حاجه جرافيك تنجموا تجربوه على كل حال كان مشات لكم سي بون اوكي كي عندك شين يوتيوب وانت حاضره الفيديو نتاعك من غير تقعد تيليشارجي في الاورديناتور وبعد تعاود تشارجي في اليوتيوب لا يهزها لك من فيلمورا ديريكت يعمل لك ابلود في سور لا شين يوتيوب كيفاش واضحه الفكره هذا اللي يحب يسجل في اليوتيوب هذا اللي يحب الفيديو نتاعو تهبط ديريكت في الشين نتاعو اللي عامل شين يوتيوب تنجم انت تحط فيها دروسك وتدي شارجي منها اشاك فوا ولا تبارتاجي منها اشاك فوا دونك كيما قلت لك فوق ما تعمل اكسبورتي في الاورديناتور ومن بعد تعمل ابلود ابلودر ابلودينغ في الشين يوتيوب العمليه تنجم تصير ديريكتومون فوالا سينو بالنسبه للامبورتاسيون زاده شوفوا الامبورتاسيون قداش عندي من بوسيبيليتي امبورتي ان دوسي يعني نجم انا كيما بكري كنت محضره دوسي ما بين تونسي تونس الجميله دونك نجبد الدوسي باللي فيه كله باللي فيه يعني كل محضرته طف نجيبه كها نقعش نلوش باش نقعد نلقط فيهم بالوحده بالوحده دوبوي كاميرا وتليفون انسان كاتر هذيا انا باغي حاسيلو هذيا تجبد من الفيسبوك من الانستغرام وحاولت ان نخدم بها هذيا زاده حسيتها رزينه معناها تحب لها تحبلها يكون الاورديناتور بويسون باش ينجم يعمل لك الترانسفير ديريكت من فيسبوك خاطر اوصل لهنا مش يطلب منك انك تكونكتي على الكونت نتاعك باش تدخل على الكونت نتاعك وتاخذ منه تصاور اللي موجودين عندك في في جسمه في فيسبوك فهمت فوالا سينو هذو ما انسيغي اكفازي رونومي بون حاجه وي بالنسبه للناتيف اللي كنا نحكيوا عليه توا مثلا انا البروجي بتاعي ماهوش كامل وحبيت نعمل له انجستريمون وبعد نرجع نكمله كما قلنا فيه بيبليوتيك وكذا انا اكسبورتيت ساي الفيديو بتاعي الناتيف نتاعي نجم نفسخه قاعد لي كان فيديو معناها تقصد انت
البيبليوتيك وقت اللي نعاود نحل انا معناها الفيلموره ديجا مسجل في البيبليوتيك نتاعها اكليزيماج اللي انا خدمت بها ما بروميير فيديو هكاك. اذا كان مسجل مسجل وي بيان سور هكاك تقصد معناها ما سجلتش فوتيتك عاولا ها حتى ولو نحيت الناتيف جمله كي نعاود نحل في المره باش نخدم ان اوتر بروجي باش نلقى فيه لي فيديو لي زيماج لي فيديو اللي خدمت بها البروجي الاولى. والله خاطر انت اذا كان ما سجلتش البروجي اسمعني كان انت ما سجلتش البروجي البيبليوتيك تتنحى سيستيماتيك مورا اذا كان سجلت راهو موجود اذا كان فسخت مش تلقى بالطبيعه. ايه معناتها كيف نحي الناتيف يقعد اصلا في البروجرام معناها تقصد هكاك. والله يعني فهمتك معناها احنا عندنا دو بروجي يا اما فينال اكسبورتي كون فيديو والا ناتيف اللي انا باش نعمل فيه موديفيكاسيون هكا ولا ايه اللي عملت فيه انا موديفيكاسيون سي ما عادش حاجتي بيه خاطر اكسبورتيتو الفيديو نتاعي سي الناتيف هذاك نمشي نفسخو باهي سي معناتها ماش عندي لا حتى شيء نضيفه يعني كي نعاود نحل انا معناتها بوغ فيغ ان اوتر بروجي الكليكون هذيك نتاع في المورا ندخل عليه عندي بيبليوتيك نظيفه ما فيها شيء سي سا وي نورمالمون فوالا سي سا سافا انا في بالي قد مخزن في بالي قد مخزن القديم حتى ولو نحيت الناتيف معناها عندكم لهنا دي ديتاي مهمين تجبوا تجربوهم الفيديو نتاع كونسو البروجيكسيون تاع فيديو لارج اكران لهنا فورما لارج ولا مش فوزالي لا بوبليي في انستغرام دونك تطلب ديمونسيون معينه بورتري ستاندار سينما دونك لي ديمونسيون هذوما تنجم اذا كان انت باش تخدم حاجه سبيسيفيك باش تكون بارطاجي في في امبلاسمون بيان سبيسيفيك تولي تختار لو فورما اللي يناسبك انت. واضحه الفكره؟ واضحه. اوكي دونك فوالا هذا هو نورمالمون دونك لي ترانزيسيون كيما قلنا يمشيو حتى ما بين لي فيديو دو هذه فيديو قصيت منها يعني عملت كوبيور في وسطها هاي دونك نفس الفيديو شنو كي نحب نعمل فيها كي ليزيفي يطرقش عليها فيها انيماسيون نعمل فيها قصات مش لازم نفسخ معناها نجي نقول لنا نعمل كوبيور لهنا هكا نقص وما نحي حتى شيء جوست باش ندخل فيها اون ترانزيسيون هذه مثلا هكا جوست باش تعطي افي مزيان سارة في فاشا باش نجرب معكم حاجة إكران فدوى جربتيش هذه الحقيقة الإكران بارتاجي يمشي فدوى معايا فدوى وي اون نحب نعرف ليكرون بارتاجي يمشي اي فوالا هذه حبيت نجربها يمشي على زيماج نورمالمون يمشي ماشي راكي فوالا يمشي تمام هذه سي بون سي بون من خاطر ما جربتهاش قبل نمشي نجربها معاكم دا دونك فوالا البيبليوتيك دي ديماج نجم نحطها هكا فوالا اوكي خلاص ما نشوف تعطيك في الدائره وحط لنا ليكرون ليكرون واش ظاهر ما نشوف فيك فاش تعمل لحظه بركة شوفوا لي في استنى على الوحيد شفتوها كيفاش اي كولاج كيما الكولاج دو ديماج يعني ليكرون بارتاجي بكري خدمتوا على الفيديو يعني هذه حبيت نوريها لكم حاجه بدات مازلت ما وريتها لكمش ليكرون بارتاجي يخدم على اوتون يخدم على الفيديو كو سور لي ايماج فهمت يعني نجم يكون عندي ليكرون بارتاجي اونتر ايماج والا اونتر فيديو بارتاج سكر
اه في المورد قصت سكرت هي في المورد ليش راه في حتى علاش قلت باش نروح في شيء لا لا سي بون لا لا مش نرجع للتيمز سي بون باش نسكر لونجيسترومون توا مادام كيف ننزلوا على اللين اللي